رجعنا لحضراتكم تاني وحديث العلم والعلماء عن كورونا المستجد او فيروس كوفيد 19، وحديثنا ممتد مع استاذ دكتور اشرف حاتم. استاذ دكتور اشرف حاتم هو واحد من اهم اساتذه الصدر في مصر وفي العالم العربي، وعاوز اقول لحضراتكم انه حتى الان مازال بيتابع الحالات في عيادته الخاصه رغم انه اصبح رئيسا لجنه الصحه بمجلس النواب. دكتور اشرف ازي حضرتك؟ اهلا استاذ احمد، ازيك ازي حضرتك؟ حضرتك؟ ويعني عاوز اقول لحضرتك انا بحييك ان حضرتك حتى الان ما زلت بتتابع الحالات، وده نقدر نقول شغف العالم بقى، ان انا لازم اشوف ما بعينيا. ما اقدرش اسيب العيانين بتوعي صراحة. اه طب يعني، ودايما انا يعني بسال حضرتك حوالين، لان حضرتك دايما هذا الفيروس غريب برضو، يعني كل اسبوع بيدينا مؤشرات بيدينا حاجات. حضرتك الفتره اللي فاتت ايه اللي حضرتك لاحظته على المرضى اللي حضرتك بتتابعهم؟ والله هو الحاجة الكويسة إن الحالات خلال الأسبوع اللي فات ده قلت خالص، يعني إحنا قلت. بنتكلم على أكتر من 50-60% من الحالات الجديدة قلت، فدي حاجة جيدة جدا، معناها إن إحنا في الموجة الثانية بنبتدي خلاص في نهاية الموجة الثانية، ولكن ده لا يمنع برضو إن إحنا طبعا زي أوروبا وأمريكا إن يحصل بعد شوية موجة ثالثة. يعني ده، لا معلش انا اسف يا دكتور اشرف، حضرتك بتقول لا يمنع انه يحصل موجة ثالثة، يعني الحالات اه لما طبعا احنا تقل. ممكن يحصل موجه ثالثه، لان احنا ماشيين ورا زي اللي بيحصل في العالم كله. من شهر واحد كان الحالات، او شهر ونص كده، كان الحالات في امريكا واوروبا ابتدت تقل، وكان في توقع بالنسبه لهم ان هم على الكريسماس ونيير يفتحوا ويحتفلوا بالكريسماس ونيير. اللي حصل ان الموجه الثالثه ابتدت وحصل صحيح اغلاق تام في اغلب دول اوروبا وامريكا. صحيح، احنا دايما يعني عاوز اقول لحضرتك السنة اللي فاتت لما شفنا الشمس والصيف اطمننا، فاحنا نستنى الصيف ولا ايه؟ والله على ان شاء الله على ما الصيف يجي يكون يعني في نسبه كبيره من في العالم وفي مصر اتطعمت، فساعتها يبقى احنا عندنا امل ان يكون المناعه المكتسبه او المناعه القطيعه زي ما بيقولوا عليها تكون يعني جابت نتيجه، ويبقى الفيروس بقى ايه بقى اضعف كتير ان شاء الله. الدكتور اشرف، يمكن حضرتك عارف انه بيبقى او الحالات اللي بتيجي لحضرتك بيبقى في تعارض كده ما بين اعراض مختلفه، يعني دلوقتي احنا في فصل الشتاء، فالبرد بتاع العظم يقول لك ده عنده، انا عندي برد في العظم ولا عندي كورونا ولا عندي، يعني اللي هي الاعراض اللي بتخش ببعضها. طبعا احنا بالنسبه لنا ما بنعرفش الفرق ما بين ده وما بين ده، وحضرتك طبعا اللي بتقدر تفرق ده من خلال متابعتك يعني. تمام، هو في طبعا بالذات احنا في الايام دي، هو زي ما انت حضرتك بتقول، هي ده موسم الانفلونزا وموسم الحالات اللي هي اللي عندها حساسيه واللي عنده تعب في يعني في الجهاز التنفسي والاوجاع اللي بتيجي في العظم والعضلات. لكن لو واحد كان طبيعي خالص ما عندوش اصلا اي مشكله في جسمه وابتدى يحس بتكسير شديد في الجسم، هو ده بقى اللي احنا ايه نبتدي ان ايه نقول لا ده يمكن يكون كورونا، بالذات بقى لو في اعراض اخرى زي فقدان حاسه الشم والتذوق. هل يمكن في دراسات جديده، يعني احنا كل شويه بنشوف دراسات جديده، ويمكن احد الدراسات دي دراسه تحت المراجعه بس طالعه من اوكسفورد يا دكتور اشرف، بتقول انه في حاله من كل 8 بعد 6 شهور بيجي لها امراض نفسيه، اكتئاب بعد الهلوسه مثلا. بص حضرتك، البوست كوفيد سندروم اللي هو متلازمه ما بعد الكورونا دي، يمكن يعني هي دي الحاجه اللي محتاجه دراسات كتيره جدا، ولسه هن ايه هندرسها، ولازم اكتر من تخصص يقعدوا مع بعض. واهم الاشكال بتاعت البوست كوفيد هو الحاجات النفسيه والحاجات العصبيه، يعني يا اما بيجي حاجات في الاعصاب يا اما في حاجات في الامراض النفسيه. واما طبعا التكسير الشديد في الجسم، التعب الشديد، العياء الاكتئاب يا دكتور والادمان بيدخل فيها؟ والاكتئاب. طبعا ياه، الاكتئاب. طب ده موضوع مهم جدا يا دكتور، هستأذن حضرتك نرجع تاني نناقشه بعد الفاصل إن شاء الله. ورجعنا لحضراتكم تاني وحديث العلم والعلماء مع أستاذ دكتور أشرف حاتم، أستاذ الصدر ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.
دكتور أشرف، يعني احنا كنا واقفين عند نقطة مهمة جدا، وهي فكرة الاكتئاب اللي ممكن يجي لمرضى كوفيد 19 بعدها بعد الإصابة يعني. تمام. هو زي ما كنت بقول لحضرتك يا استاذ احمد، ان احنا من ضمن الحاجات اللي مهمه جدا هو بوست كوفيد سندروم، اللي هو متلازمه ما بعد الكورونا، ان محتاج يعني زي كونسلتو من دراسات الاطباء، طبعا طبعا. وان لازم ايه، لازم يتشاف المريض بتخصصات امراض نفسيه وامراض عصبيه وبطن عامة مع أطباء الصد والحميه. احنا طبعا يعني مجلس النواب بدأ في الانعقاد وننتظر الكثير من لجنة الصحة، فايه اللي حضراتكم مجهزينه الفترة القادمة؟ لا، احنا الفترة القادمة احنا عندنا ملفات كثيرة جدا بنتابع فيها أعمال الحكومة، في طبعا اللي حصل في السنتين اللي فاتوا واللي جاي في الفترة القادمة مع الحكومة. طبعا في ملف الكورونا على بعضه، ملف الكورونا ده أحد الملفات الهامة اللي احنا طبعا يعني هنتابعها، وهنتابع توافر الأدوية ومستلزمات الأدوية الحديثة اللي ممكن تكون ظهرت في بره، وهل والدراسات الإكلينيكية ليها، توافر المصل ومين وإمتى هيتاخد، وهيبقى متوفر، هل هيبقى متوفر في القطاع الخاص ولا لأ، توافر المستلزمات وأسرة المستشفيات، لأن احنا بنقول لازم نبقى جاهزين للموجة الثالثة، حتى الحمد لله لو الموجة الثانية عدت بسلام. فده ملف. في ملف آخر هو ملف طبعا التأمين الصحي طبعا. الشامل، وكمان ملف الأجهزة والمستلزمات الطبية والصيانة في المستشفيات المصرية، ملف العلاقة بين كل مقدمي الخدمة، سواء كانت وزارة الصحة مع المستشفيات الجامعية مع القطاع الخاص، الفريق الصحي اللي هو زي ما بنسميه الجيش الأبيض، كيفية إن احنا ندعمه الاهتمام بيه طبعا. وتدعيمه سواء ماديا أو معنويا، وكيفية الارتقاء بيه والتنمية المهنية المستدامة لجميع أفراد الفريق الصحي. فده ملفات كتيرة عندنا، وإن شاء الله في الفترة القادمة لجنة الصحة مع بقية زمايلنا في البرلمان هنشتغل، وهنشتغل مع الحكومة في الملفات دي إن شاء الله. انا عارف دلوقتي، يمكن يعني احنا في انتظار بيان وزارة الصحة قدام مجلس النواب، واعتقد انه يعني وارد يبقى فيه، مش وارد يعني، هو غالبا هيكون فيه مناقشة علمية جادة بين لجنة الصحة وبين تمام إن وزيرة شاء الصحة، الله. مظبوط يا دكتور؟ إن شاء الله طبعًا، إن شاء الله. ان شاء الله. طب احنا بنشكر لأن إحنا اتفضل دكتور. وظيفتنا إن إحنا ندعم العمل الحكومي ونراقبه ونقومه لو في حاجة عايزة تقام. ان شاء الله يا دكتور، بشكر حضرتك جدا دكتور اشرف حاتم، وارجو ان حضرتك توعدنا انك تكون دايما معانا للاجابه على اسئله الساده المشاهدين، بيجي لنا حقيقي مئات والاف من الاسئله لدكتور اشرف حاتم تحديدا، كمان لسمعته كاستاذ صدر، كواحد من اهم اساتذه الصدر في مصر وفي العالم العربي، بيجي لنا دايما اسئله كتيره، واحنا بنسحبه دايما في المنطقه دي بعيد عن مسؤولياته السياسيه، لكن في حقيقه الامر هو الناس دائما تتعامل مع الدكتور أشرف حاتم على أنه أستاذ الصدر الكبير واللي بيثقوا في آرائه الطبية. نشكر حضرتك جدا دكتور أشرف، ونلتقي غدا إن شاء الله في حلقة مميزة من برنامج مصر تستطيع. مصر تستطيع.